ومن القوادح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم من القوادح اختلاف ضابطي الأصل والفرع، معنى بأن يكون العلة متفاوتة. يقول المعترض للمستدل: العلة التي عللت بها لا يستوي فيها الأصل والفرع، بينهما فرق، أو العلة في الأصل ليست هي التي في الفرع. فمع قولهم اختلاف ضابطي الأصل والفرع، هذا معنى قولهم اختلاف ضابطي الأصل والفرع. أيوة. بدعوى المعترض. أيوة. وإذا ما كان اختلافهما صالحا لعدم ثقة فيه في الجامع ومساواة. لأن شوف، لماذا كان قادح؟ هذا يعتبر من القوادح. لأن لا نثق أن الجامع موجود في الأصل والفرع معا، أيضا لا نثق في المساواة، بل في مساواة الفرع الأصل في الجامع حتى نلحقه به، لأننا بالمساواة نأمن ونعلم بأن هناك لا فرق، فيلحق الفرع بالأصل. إذن لهذا عد هذا من ماذا؟ من القوادح. لهذا عد من القوادح كما قال الناظم. أيوة. كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل عليهم، تسببوا في القتل فعليهم ماذا؟ القول. شهود الزور، من شهد كذبا أن فلان قتل، فحكم الحاكم مقتضى شهادتهم أنه هو القاتل فقتل، هم يكذبون، وهنا يجب عليهم القصاص. لماذا؟ لأنهم تسببوا في القتل. قياسا على ماذا؟ كمل هذا الفرع. أيوة. قياسا على من أكره غيره في ماذا؟ على القتل، فإنه يقتل. أيوة. الشهادة يعني الضابط مختلف والوصف مختلف، هذه شهادة وتلك ماذا؟ إكراه. نقول هذا لا يؤثر، لأن هناك قاسم مشترك بينهما، وهو ماذا؟ وهو التسبب. صحيح، وهو التسبب. فلما اتحد في الجنس لا يضر، يختلف في نوعه، فبينهما قاسم مشترك وهو التسبب. أيوة. يكمل. فإن الجامع بينهما وإن اشترك في الإرضاء إلى المقصود فإن مساواة الضابط الفرع لضابط الأصل في الأصل في ذلك. الجواب الاعتراض باختلاف الضابط. نعم. بأنه أي الجامع بينهما القدر المشترك. قدر المشترك، ما هو القدر المشترك؟ وإن تفاوت في البقية هذا التفاوت لا يضر، هو التسبب، كل منهما سبب. الإكراه سبب للقتل، وأيضا شهادة الزور سبب لماذا؟ للقتل. أيوة. الضابط يعني مراد به الوصف الجامع بينهما. نعم. أيوة. أي كمل ماذا قال؟ كتسبب في القتل، صح ولا؟ وهذا التسبب يعتبر منضبط في ماذا؟ منضبط في العرف، يعتبر منضبطا في العرف. أيوة. كمل. التسبب منضبط في العرف. هل هناك تفاوت بين شهادة الزور وبين الإكراه في التسبب؟ كلاهما سبب، فالعرف يقضي بأنه لا فرق بينهما. واضح. فالمرد هنا إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم. نعم، هذا هو حاصل الكلام في الاعتراض والجواب عنه. نعم.
نعم ايوه اكمل ماذا قال نعم وهو منضبط في العرف كما قلنا ايوه لان الاطفاء اطفاء الضابط بالفرع اذا المقصود سواء يعني يستويان ما معنى الافضاء اي انهما يؤدي كل منهما الى ماذا الى حصول القتل فالتسبب موجود وهو أن يلزم من الشيء إيش غيره ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وهذا هو السبب نعم أيوة كحفظ النفس فيما مر أيضا يوفي المقصود من الحكمة هو حفظ النفس فيشرع القصاص لأجل حفظ النفس وإلا لحاول الناس أن يحتالوا على القصاص بالتسبب وهذه مفسدة عظيمة ولهذا كان القول بالقصاص في التسبب مفض أو التعليل به مفض إلى المقصود أي يؤدي إليه أيوة وكان مساوي لذلك الأرجح منه كان أرجح منه كان مفهوما في الأولى إذا المساوي يعتبر أرجح كذلك إذا كان مساويا أباك أرجح منه كذلك أيضا نفس الشيء إذا كان الأصل الوصف فيه مرجوح والوصف أرجح منه في الفرع فهذا من باب أولى يصح ويلحقه به نعم أيوة كسيت إن شاء الله الكلام على القياس إذا كان أو لا أو ظني أو طبعا أدنى أدوان يسمى أيوة أكمل لا بإلغاء طبعا إلغاء التفاوت بين الضابطين لا يعني هذا ليس هو الجامع التفاوت لا يضر ألا ترى أن المسافر 100 كيلو يقصر والمسافر 1000 كيلو أيضا يقصر كلاهما في جنس المشقة متحد لكن المتفاوت في ماذا قدر المشقة وهذا يضر أيوة لأن قدر الأدنى الذي شرع من أجله التلخص موجود وكذلك هنا نعم أيوة ملغى في الحكم لا يعتبر لا ينظر إليه الشارع إذن هو ملغي وغيره ماذا وغيره منظور إليه واضح أيوة كمل كالعالم يقتل ماذا بالجاهل ألا ترى أنه عالما قتل جاهلا يقتصر أو أميرا قتل شخصا بريئا أو ملكا أو شجاعا يلغى الوصف أن هذه الأشياء لا تؤثر في الأحكام والشارع لم يعتبرها ولم ينظر إليها فلا تؤثر في ماذا في الحكم واضح نعم أي أسنوي أمس نمت مبكرا تعبت بالأمس أيوة تعب ما شاء الله لم تتعب لكن نمت نوما عميقا بسبب التعب أما الشافعي كيف قليل أيوة وقد لا يلغى كما في الحر وقد لا يلغى كما في ليش كما في الحر يعني قد لا يلغى التفاوت الحمد لله عندكم الله سبحانه مثل قد لا يلغى التفاوت مثل ماذا إلغاء التفاوت قد لا يلغى التفاوت مثل الحر الحر بالحر فلا يقتل الحر بالرقيق لعدم ماذا لعدم المكافأة في بعض الوصائف بعض الوصائف قد يعتبر لأجل النص أيوة كمل انتهينا الآن من اختلاف الضابط من التقسيم عدوه من التوافق من
من القوادح، لكنه في الحقيقة هو طلب استفسار، يرجع إلى طلب الاستفسار. فطلب الاستفسار بأن يكون لك غموض واحتمال في اللفظ، هذا سموه تقسيم، لأن يردد المعترض اللفظ بين احتمالين يحتملهما، أحدهما ممنوع. أحدهما ماذا؟ أحدهما ممنوع. ففي هذه الحالة يعترض عليه المعترض، يقول إن أردت كذا فممنوع، وإن أردت كذا فيصح، ما هو مرادك؟ فيبين له مراده، ولماذا أطلقت اللفظ؟ كيف تطلق لفظ محتمل؟ يبين أن هذا اللفظ راجح في كذا، حقيقة في كذا. وما هو الراجح؟ الحقيقة. الأصل في الكلام الحمل على الحقيقة، لأن هي راجحة. أيوة. أحد الاحتمالين إيش؟ هو العلة، الاحتمالين في اللفظ هو العلة المرادة يمنع ذلك. إذن هو استفسار، وهذا الاستفسار يبني عليه منع إرادة إحدى المعنيين. هو في الحقيقة يطلب منه تعيين ذلك اللفظ، لأنه إذا عينه وعين غير الذي فيه المنع خلاص جل الإشكال. لكن لابد أن يبين أن لماذا أطلق ولماذا لم يفصل، ويعين اللفظ المحتمل، اللفظ المحتمل فيرجح، يذكر ترجيحا إلى آخره. أيوة كمل. وهو ترديد اللفظ المورد، المورد اللفظ الذي أرده يردده بين احتمالين، بين ماذا؟ احتمالين. كان أقول لك مثلا هذا جسم، والجسم ناطق، فهذا ناطق. أقول لك ماذا تريد بالجسم؟ الجسم محتمل، لأن يراد به ماذا؟ خصوص مطلق الحيوان أو كل ما شغل حيزا من فراغ، وهذا لا يلزم منه أن يكون ناطق. أو أردت بالجسم جسم مخصوص، وهو ماذا؟ الإنسان الذي هو حيوان ناطق، هذا محتمل وهذا معيب. هنا ليس هناك ترجيح، هذا يعتبر قادح، إلا إذا بين رجحانه فيه، إلا إذا بين ماذا رجحانه فيه. أقول لك مثلا النقد يشترى به، النقد يشترى به، وكل ما يشترى به تجب فيه الزكاة. النقد يشترى به، النقد محتمل، النقد مصدر نقد، صحيح ولا؟ نقد ينقد نقدا، والمصدر ليس عين حتى تجب فيه الزكاة. ويحتمل الذهب والفضة وهو المنقود، لكن هذا مجازي من باب إطلاق المصدر على اسم مفعول وهو ممنوع، وهو يمكن يراد يصح، لكن الأول لا يصح، لكن هذا مجاز، هذا إيراد قوي، صح ولا؟ فهنا يجيب يقول لا، أنا أريد بالنقد هنا المضروب وهو الذهب والفضة بمعنى المنقود. طيب لماذا لم تعينه؟ أقول أنا أن النقد صار حقيقة عرفية في الذهب والفضة. النقد في الأصل مصدر، صح ولا؟ لكنه بعد ذلك نقل من النقد المصدر إلى النقد بعد المنقود وصار حقيقة عرفية. على هذا أنا أطلقته لأنه حقيقة عرفية. إذن هو راجح أو لا؟ راجح في العرف. وقس على ذلك، هذا مجرد مثال. فهم من يتابع الآن؟ أعطيه عبد الغفور. من الواحد هذا؟ ستو أورانج. ساتو أورانج يعني إنسان. عجيب، أستاذ إبراهيم تأخر، صحيح؟ أو شاء الله، نسأل الله طول العمر الجميع، ذكرناه وجاء ما شاء الله، ما شاء الله طول العمر وحسن الأعمال الجميع. كمل ماذا قال؟ وهو تثبيت اللفظ المورد في الدليل بين أمرين مثلا على السواء، أحدهما ممنوع دون الآخر المراد، الذي يراد الآخر يمكن. المشكلة أنه أطلق اللفظ وكان محتمل، هنا يحتاج إلى بيان وجه الإطلاق، لماذا أطلق؟ واضح، يحتاج إلى بيان ماذا؟ بيان وجه الإطلاق. لماذا أطلقت؟ لماذا أتيت به مطلقا؟
لماذا أتيت به ماذا أتيت به مطلقا؟ نعم ما شاء الله الشيخ جاب معه نرجيل، جاب معه كوك اير كوك يعني الماء، خضعوا في كأس ماشي، ضعوا في كأس في كأس هناك في كأس، وأنا سأخذ واحد بس والباقي تباركوا به. ها هو في كبيرة هو في علبة ولا في إيش؟ في كأس. آه خلاص أيوة. أوه كأس كبير هذا ما شاء الله ما شاء الله. انتبه إذا طير انتبه لا تكون بدويا. أيوة اير كوك هذا اير كوك هذا عجيب ان ما تهتمون بهذا، مفيد جدا خصوصا للمسالك البوليه، يصفي حتى الجسم كله يصفي. بس انتم هنا ما تهتمون به. انا في اندونيسيا لابد اشربه كل يوم لما امشي لابد اخذ منهم. ما صلي شاهدون ما شاء الله كاس كبير هذا خلاص باربع رينجت صح وضعت في كاس. من هنا ولا من قبل؟ نفس المكان. ولماذا دائما يعطينا في كيس؟ لا ما تشاجر فيه. ها من ما ادري ما تشجرت ولكني ارعبتهم. هو المحل من هنا يبيعونه صح، وهم في الأوراء جالسين وهنا هو البسط. أنا ذاك اليوم أريد هنا اللي يبيعون هذا، رجعت ودخلت إلى الداخل عندهم وأنا أمشي بقوة كلهم بلوك يضرون تفاجأوا جئت أنا أمام باب أقول مفعل واحد. وبعدين شعار جلس في الخارج قال لي يا شيخ تعال هنا هنا ليس في الداخل عندهم هم يقطعون. أنا كنت أمشي بسرعة خلاص ذاك الساعة وقت المشي القوي يعني. لا لا أنا ما أدري أنا ما أمشي بقوة. بعدين كلما أجيت أشتري من عندهم يتبسمون، عرفوا بأني بدوي خلاص. ها؟ أي ربما يحكي نكتة. ربما يروني بدوي. مرة في اندونيسيا كنت أمشي بالسباعية باللباس اليمني، السباعية والعمامة هو هذا إيش الحبوة، وكأني باللي في اليمن أمشي بمشي جلن جلن. بعدين مرأتين مشوا وقفوا رأيتهم واقفين وأخذوا بالصورة، أخذوا الصورة من لي أنا وأنا أمشي. كانوا بعدين بيزعوها في الجروبات. هذا شيء غريب. نعم ايوه مشي ايوه. مثال هو ان يقال في مثال الاستبصار بالمال فيما ياتي النظافه او الافعال المخصوصه الاول ممنوع انه قربه. النظافه كيف تكون قربه؟ الاعضاء المخصوصه هذا مثال ليس قدمناه، ان الوضوء بمعنى غسل الاعضاء المخصوصه هذا قربه. ولهذا اطلاق ان القربه الوضوء ليس بعباده هذا لا يصح، لأنه إذا أريد به المعنى الشرعي وهو غسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة هذا تجب فيه النية بل هو عبادة. أما الذي هو نظافة مطلق غسل الأعضاء ليس بالتخصيص وليس بالكيفية. أيوه. والثاني يسلم أنه كربة لكنه لا يفيد الغرض من النية. يعني لا يفيد الغرض من وجوب النية. هكذا قيل صحيح ولا، لكن هذا قد لا يسلم. أنه لا يفيد الغرض من وجوب النية. أيوة. والمختار أنه مقبول واضح. المختار قبوله أي أنه مقبول. أي يكمل الوجاب أو أي يكمل أي يقبل القدح به تقسيم. لأننا لو لم نقبله لا كل شخص أتى في استدلاله بلفظ محتمل واضح. قد يكون للتهرب واضح وأدى إلى الغرابة والإجمال، هذا يعتبر مخل. الإجمال يعتبر مخل بالاستدلال، فهذا صح القدح به. أيوه. وفي
قيل لا لأنه لم يعترض المراد. ما اعترض المراد، ما هو المراد؟ الاعتراض المراد هو أن يبطل الاستدلال، هو إنما اعترض على الاحتمال، هو إذا عين له المعنى المراد الذي يصح جل الإشكال، فلهذا قيل أنه ليس مقبولا نظرا لأنه لم يحصل المقصود من هدم الدليل، لم يحصل ماذا؟ لم يحصل المقصود من هدم الدليل. واضح مشي قال إيش؟ ولا بالقرينة كما مثلنا النقد صار علما بالغلبة على المنقود هو الدراهم والدنانير وإن كان في الأصل مصدر. أيوة. ولهذا تصح تثنية وشوف تقول النقد نقدين مع أن المصدر لا يثنى ويجمع لأنه بمعنى المنقود. غريب أنا من بعض المحشين أظنه البجيرمي أو غيره قال النقدين إنما نثناها هنا مع أنه مصدر لتنوعه. أدوف لتنوعه لا حاجة إلى هذا، لماذا نفعل هذا؟ النقد هنا بمعنى المنقود فليس بمصدر، فتثنية وجمعه وتصح ولا نحتاج إلى التأويل. قال لأنه مصدر والمصدر وإن كان مصدرا وهو لا يثنى ولا يجمع. هذا النقد بمعنى المصدر وليس المراد هنا، المراد بالنقد معنى ماذا؟ المنقود، إذن تثنية وجمعه لا مانع منها. فغريب من البجيرمي هذا، فأظن البجيرمي هذا البجيرمي قال غريب. أحد المحابشين أظن البجيرمي. أيوة. كل أنواع الاعتراض ترجع إلى ماذا؟ إلى المنع، لأن الخصم يمنع قيام الدليل وصحة الدليل، فهذه راجعة إلى المنع، والمنوع متنوعة فلهذا تجمع. أيوة. فضله من تنفذ شهادته. نعم. أيوة. وضرب المختلف من هدف ذلك القدح في صحة الدليل، قدح في صحة الدليل لأن الدليل شاهد للمستدل، فالمعترض يحاول أن يهدم ذلك الدليل الذي هو شاهد له، ولهذا تتنوع أنواع ماذا؟ أنواع المنوع من من يمنع مقدمة أو مقدمتين أو جزء من المقدمة، وبمنع جزء من المقدمة امتنع الدليل، لأن الدليل هو مجموع المقدمتين وأجزائها، فهو مركب، وأجزاء المركب إذا سقط واحد منهما سقط المركب نفسه، كأركان الصلاة إذا سقط ركن منهما سقطت الصلاة. أيوة. بمنع مقدمة أو معارضته بما يقاومها، بما يقاومها. إذا تعتبر من جملة الاعتراض أن يعارضه بما يقاومه، يعني يعارضه بما يقاوم، فيه مقاومة بما يقاومه. أيوة. والأصل كبعضهم رأى أن المعارضة منع للعدة، منع للعدة وتابعته فيه، وتابعته فيه، يعني رأى أن المعارضة ترجع إلى ماذا؟ إلى المنع، كان أنا أمنع دليلك بدليل آخر، لأن الدليل يقتضي، دليل المستدل يقتضي مثلا الوجوب، دليل المعترض يقتضي ماذا؟ عدم الجود، إذن هذا الدليل يمنع لأنه يقتضي المحال، الجمع بين الشيء ونقيضه وهذا محال، والإحالة هنا تبطل الدليل وتمنعه بسبب المعارضة، فنحتاج إلى الترجيح ويحتاج المستدل إلى هدم الدليل المعارض، فإذن هو رجع إلى ماذا في الحقيقة؟ رجع إلى المنع. ولهذا بعضهم اقتصر على المنوع وقال ان الاعتراض كله ترجع المنع، وهو اللي اجرى عليه الشيخ زكي الانصاري. قربنا صفحه وهذا طويل، هذا الاعتراض ثلثي صفحه نصف. اوه اي اكمل. ومقدمها بكسر التاء ويجوز فتحها كما مر على شوف مقدم والمقدمة يجوز فيها الوجهان تشبيها لها بطليعة الجيش، لأنها مقدمة الجيش تكون أوله، ولهذا يختار لها صفوة الرجال، إذن مقدمة ومقدمة. أيوة كمل. الاستفسار أول شيء استفسر،
هل تريد كذا حتى يتأكد؟ لأنه كان ممكن يقول العلماء الجدل، وذكر هذا الجرجاني أنه لا ينبغي الباحث والمناظر أن يستعجل فينتظر ويستفسر إن هنالك احتمال ربما وضع اعتراضا يهدم بسبب أن ما فهم المراد. فلهذا الاستفسار يعتبر مقدما للاعتراض حتى يتأكد ويبني عليه اعتراضه، فهو كطليعة الجيش، كطليعة الجيش. أو شيء تستفسر طيب إذا أنت تقول كذا وكذا وهو كذا، أو شيء تستفسره حتى تتأكد من مراده، ربما يكون لك احتمال. أيوه. فهو طليعة لها كطليعة الجيش. فهو طليعة لها كطليعة ماذا؟ كطليعة الجيش. فهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال. إما لغرابة أو لإجمال، نعم. أيوه. وبيانهما أي الغرابة والإجمال على المعترض على المعترض في الأصح. قال لك على المعترض. يعني يبين أين الغرابة؟ قال هذا فيه غرابة، يقول أين الغرابة؟ يبينها، لماذا هو غريب؟ يقول هذا اللفظ غير مستعمل، المعروف في المعنى الفلاني مثلا، واضح. أو إجمال، يقول هذا اللفظ محتمل لمعنيين استعمل في كلام العرب. إذا ما الذي يبين الإجمال الغرابة؟ المعترض، واضح، حتى يجيب ويذكر احتماله الذي يريده. نعم. أيوة. لماذا عليه المعترض؟ لأن الأصل عدم ماذا؟ الغرابة. والأصل عدم ماذا؟ الإجمال. فلهذا كان على المعترض أن يبين، يبين وجه الغرابة، يبين وجه الإجمال. حق شعار ما شاء الله جرجاني، يحتاج دورة فيه. شعار مصر قال لابد من دورة فيه. قال هؤلاء قالوا ما عرفوا الكتاب، بس الشرح الهندي هذا يدافع عنه. أحيانا يأتي بعبارات ما أدري كأن النسخة فيها سقط أو شيء. بعدهم قال يتأكد، قال وجد النسخة عنده عليه الحاشية تختلف عن هذه اللي معه. أكمل. أصل عدمهما واضح. وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله. حتى يظهر دليله، واضح. قيل أنه على المستدل، لأن المطلوب من المستدل أن يكون دليله ظاهر. ما دام الخصم يدعي بأن هناك غرابة لابد أن يبين ويظهر عدم الغرابة. أيوه. ولا يكلف المعترف بالإجمال بيان تساوي المحامل. لا يكلف. شوف، هل شوف إذا اعترضت بالإجمال يكفي أن أبين أن فيه احتمال. أما التساوي لا يكلف، مع أن الإجمال فيه التساوي، صح أو لا؟ بل الخصم هو الذي يرد بعد ذلك، المستدل هو الذي يقول مرادي أرجح، فليه الأصل حمل على الراجح مثلا. أنا أكتفي فقط بقول هذا كلام مجمل أنه يحتمل كذا. هل لابد علي أن أقول أنهم متساويان في الاحتمال؟ هو تحقيق الإجمال، قيل يجب، لكن الأصح أنه لا يجب. أيوة. المحقق الإجمال، يعني متى يتحقق الإجمال؟ إذا تساويت المحامل، بأن كان المعنى الذي يستخدم في اللفظ أكثر من معنى وكلها متساوي. هنا يقال أنه مجمل لأنه يحتاج إلى البيان، يحتاج إلى البيان. يعني متى يكون مشكل؟ إذا تساوت. أما إذا ما تساوت فالحمل على الراجح يكون، والحمل على الظاهر يكون. نعم. أيوة. ويكفي في بيان ذلك إن أراد التبرع به الأصل، الأصل المعنى ليش؟ الأصل بمعنى الراجح عدم تفاوتها. طيب لو قال، لو أراد أن يبين قال أن هذا اللفظ فيه إجمال، لو أراد لأنه يحتمل كذا، لو أراد أن يبين ويتبرع يبين تساوي، يقول والأصل عدم، والأصل ماذا؟ التساوي، وعدم رجحان أحد المعنيين الآخر. أيوه. وإن عرض المستدل بأن الأصل عدم الإجمال فيبين المستدل عدمهما، أي عدم الغرابة والإجمال. عدم الغرابة والإجمال، نعم. يبين المستدل لماذا ليس هنالك عدم الغرابة، لابد أن يبين طبعا. وأما القول بين الأصل عدم الغرابة كأنه لا يكفي، نعم، كأنه لا يكفي لأنه اعتراض. أعيد العبارة الأخيرة. فيبين المستدل عدمهما، أي عدم الغرابة والإجمال، حيث تم الاعتراض عليه بهما ظهور اللفظ في المقصود. إذن واجب عليه أن يبين، كأنه ولا يكفي أن يقول الأصل ماذا؟
عدم الغرابة أو الأصل عدم الإجمال. أيوه. أو عرف شرعي. نعم. ولكن يجاب ماذا يقول هناك قرينة، ما هو؟ أن الكلام على الشرعيات صحيح أو لا؟ والأصل أن يحمل الوضوء على المعنى الشرعي وليس المعنى ماذا؟ اللغة. هناك قرينة. نعم. حقيقته نحن نتكلم في ماذا الآن؟ في الوجوب، والوجوب من الشريعة أو لا؟ من الشريعة. فما قلت يجب في الوضوء يعني نريد الوضوء ماذا؟ الشرعي وليس الوضوء ماذا؟ اللغوي. كملت الصفحة؟ بقي شوية. أي بسم الله واصل. أو يفسر اللفظة بمحتمل. أيوة. أيوة. أو بغير من أجل غير محتمل لغاية الأهل أنه ناطق بلغة الدليل ولا محفوظ في ذلك. أنا أنه ناطق بلغتي؟ بلغة جديدة. أيوة. شوف بان يقول شوف بان هو في الحقيقه انه او يفسره بلفظ محتمل بمعنى المحتمل، واضح بمعنى المحتمل ويعني يحتمله، وغايه ما فيه انه نطق بلغه ماذا جديده. هذا مبني على ماذا؟ على ان اللغات ليست ايش؟ ليست توقيفيه. اما اذا قلنا توقيفيه هذا لا يجوز، وهذا ليس مذهب الجمهور. توقيف ان اللغات عند الاكثري ومنهم ابن فورك والاشعري. أي أكمل. لغة جديدة لا محظورة في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية. يقول هذا معنى جديد ولغة جديدة، واللغات اصطلاحية وليست توقيفية. لكن هذا سيجرنا لخلاف آخر، صح ولا؟ سيجرنا لخلاف آخر، هل اللغات توقيفية أو قد لكن ليس له أن يناقشه بعد ذلك. مناقشة المعترض بعد ذلك سيخرجه عن الموضوع. لا لا يسد، خلاص يفتح باب. ما هو باب النقاش؟ هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ هذا خلاف طويل جدا، واضح. وهو باب لا يسد، سيؤدي إلى الانتشار صحيح أو لا، وسيؤدي إلى فتح باب لا يسد. أيوه هذا المبحث، وفي غيره مثلا هذا باب، هذا الباب طبعا، هذا البحث. لا يسد. هنا عندكم لا يسد، لا يسد بالتاء. علق عليه عندك تحت ما في تعليق؟ لا لا، هنا هنا النسخة القديمة. يعني لا ينسد، هذا واضح. لا ينسد أو لا يسد. لا يسد يعني افتعال من السد. نعم، لا ينسد أو لا يستد بمعنى أن يصير مستدا، افتعال، افتعال من السد. مثل كلم، التكلم افتعال، لكنك تكلم تفعل. أيوة عدة استعملت، استد أو ينسد، يعني لا يسد، لا يغلق. نعم. خلاص كملت الصفحة ما شاء الله، خلاص المساء إن شاء الله، الليل نختم إلى الأخير. خلاص هذا هي مختار ابتداء صفحة، هذا ابتداء صفحتين. خلاص يا شيخ الآن بعد قليل نتحرك نكمل. الكل صحيح، لا لا مشاحة. من كم يتابع؟ ما أحد. طيب ما شاء الله، ليلة إن شاء الله ختم القوادح.